هيبقى بعمود 15/2/2012. هذه إحدى الصيدليات في حي بابا عمر. انظروا، الصيدلانية آية نبي حماد. تم تدمير الصيدلية بالكامل من قبل عصابات وشبيحة الأسد براجمات الصواريخ ودبابات التي 72. تم تقصد تدمير هذه الصيدلية لكي لا يتم استخدام الدواء الموجود فيها لإسعاف الجرحى والمصابين في حي بابا عمر من المدنيين. تم تدمير هذا المبنى من قبل العصابات، وكانت إحدى العوائل تختبئ فيه، مما أدى إلى استشهاد طفلين. فقد خرج الآن صاروخ. الله أكبر. اسمعوا صوت الانفجار صاروخ. خرج صاروخ آخر الآن. شوارع في حي بابا عمر، انظروا إلى أسلاك الكهرباء كيف مقطعة. شارع مدمر بالكامل كما ترون، لا كهرباء، لا هاتف، لا دواء، لا صيدلية، لا سيارات لنقل الجرحى. تم تدمير كل شيء في الحي. انظروا إلى هذا الدمار، أدى إلى استشهاد عائلة بالكامل. أنتم لستم في إسرائيل، ولستم في العراق، ولستم في باكستان. إنها بابا عمر التي حكم عليها نظام أسد بالذبح والقتل والدمار وتشريد أهلها. إحدى القذائف في المنزل. ركام البيوت أصبح في الأرض. تم تسوية بعض البيوت مع الأرض. هذه أجزاء من السيارة. الرصاص والشظايا في البيت. تم تدمير عدد كبير من المنازل. ها هو جامع الجورة الذي تم تدميره جزئيا أيضا. هذه البيوت كلها كانت مأهولة بالسكان، تم تدميرها أيضا. هذه السيارة كانت فوق الجرحى. تم تدمير هذه السيارة، والسبب فقط علبة شاش طبي لكي نداوي بهم الجرحى. هذا مصير من يريد أن يسعف جريحا في حي بابا عمر. مكان إحدى القنابل أو الصواريخ من أيدي النظام. هذه الأشجار تم تقطيعها أيضا من قبل عصابات الأسد. حتى الأشجار لم تسلم منهم. تم تدمير هذه السيارات أيضا. جميع سكان هذا الحي
بين جريح وشهيد ولاجئ في الأحياء الأخرى. مكان لقذيفة أخرى في الحي. وعدد كبير من الشظايا تم دخولها إلى المنزل. السيارات مدمرة بالكامل. البيوت أيضا مدمرة بالكامل. ما نوع الصواريخ التي احترق بها بيت ويتم فتح عدة فتحات في السقف؟ انظروا. من سيعوض لمالكي السيارات الأجرة التي كانوا يعتاشون منها؟ من سيعوض بهذه البيوت؟ من سيعوض عن هذا الدمار؟ تلفزيون الدنيا. جادد قطيبة بن مسلم في حي بابا عمر. أنتم لستم في العراق ولستم في أي منطقة أخرى تتعرض للقصف من قبل المحتلين. نحن المحتلون من قبل عصابات الأسد. مكان قذيفة أخرى في إحدى حتى البشر والحجر لم يسلم من ظلم البشر. هذا البيت كان يعيش فيه أكثر من عائلة. نزحت إلى الطابق الأرضي مما أدى إلى دخول إحدى القذائف فيها. وتم تدمير المنزل بشكل كامل تقريبا. هنا ما زال الحريق مشتعل. ما زالت ألسنة اللهب تخرج اثر تعرضي لقذيفة مدفعية. سندخل الى المنزل. اصبحت البيوت بابا عمر مهجرة. تم تهجير كثير من السكان الى الطوابق الارضيه. انظروا الى الفتحه التي دخل منها احد الصواريخ. ها هي الأخشاب ما زالت تحترق. صاحبها يعمل نجار باطون. أخشابه ما زالت تحترق. من سيعوضه؟ من سيؤمن له عمل؟ إن بقي أحد من حي بابا عمر على قيد الحياة. انظروا فتحة في السقف. ربما يوجد تحت هذا السقف الآن عائلة تحت الأنقاض. الآن أتى صاروخ. ها هو صوت الصاروخ الآن. خمس بابا عمر 15/2/2012. أنا سليمان. هو أحد المنازل الآن يحترق. يتعرض للاحتراق.
نحن الآن نتجه باتجاه جامع الجوري، لكن يوجد لدينا عدد من البيوت نحن نزورها وقد دمرت بالكامل من قبل المجرم وعصاباته في الشهر الأسد. ها هو حي بالكامل أيضا قد دمر. انظروا إلى الحي كيف تم قصفه واستهدافه بجميع أنواع الصواريخ والهاون والطائرات. حي مدمر بالكامل. نحن في باب عمر نقتل في كل ثانية ونموت في كل ثانية. يتعرض الحي للقصف في كل لحظة. انظروا إلى البيوت كيف هجرت، وإلى المنازل كيف دمرت، وإلى القناصين كيف يستهدفون كل من كل شيء يتحرك. لا سوف نقطع المنازل التي تعرضت للتهجير. لقد تم اطفاء هذا المكان منذ قليل وطفا لوحده. فتحه في السقف من احد الصواريخ. ها هو حي باب عمر امامكم. ها هي المنازل دمرت والعوائل هجرت والقناصين منتشرون في كل مكان، وما زال الحي يتعرض للقصف. هذه قصتنا. 5/2/2012 حي باب عمر. 15/2/2012 حي باب عمر.